سيداتي وسادتي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج حقنا. اليوم نستضيف السيد بسام حمدان، محامي وعامل اجتماعي، أهلا وسهلا فيك. وسيد نسيم عاصي، مدير القسم العربي في مؤسسة بتيرم، أهلا وسهلا. في حلقة اليوم رح نتحدث عن الأطفال، عن حق الأطفال في الأمان، حقين في الحياة السعيدة بأمان بكرامة، حتى نحكي عن هذا الموضوع، وخصوصا في شهر حزيران اللي هو يوم الطفل العالمي اللي بصادف في 1/6 من كل عام. في حاجة نتطرق لبعض المعطيات عن الأطفال، أطفالنا العرب بالذات في الداخل الفلسطيني، ولما بنحكي عن أمن الأطفال وحياتهم وسعادتهم في مجال الحديث عن كثير كثير مجالات. بسام، بعملك كعامل اجتماعي وأيضا كمحامي، ممكن الوضع القائم اليوم في حياة أطفالنا العرب في الداخل؟ المظبوط، الوضع مش مشجع، والوضع عم بتحول من سيء إلى أسوأ، وخصوصا إذا بنيجي بنطلع عليه في قضية ما يتعلق في قضية الفقر وخط الفقر. اليوم ما يقارب 65% من الأطفال العرب من دون تحت خط الفقر. فعمليا احنا كعمال اجتماعيين بنواجه موجودين في جبهة صعبة جدا، جبهة اللي فيها للأسف الأولاد موجودين في خطر مستمر وخطر دائم، والأمر اللي بتطلب تكثيف جهود من جميع المؤسسات وجميع العاملين في هذا المجال من أجل البدء في بناء برنامج متكامل للتعامل مع هذه المشكلة. يعني نسيم، لما بنحكي عن مؤسسة بتيرم وبنحكي على مجال الأمن والأمان حياة أطفالنا، بمجال عملكم شو هي المجال اللي بتتطرقوا لها كمؤسسة اليوم؟ مؤسسة بتيرم هي مؤسسة اللي تتعنى بسلامة الأطفال، هدفها هي منع حوادث الأطفال غير المتعمدة بنسبة 50% حتى سنة 2020، والهدف الثاني هي تقليص الفجوة ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بالفوارق، تقليص الفوارق بحوادث غير متعمدة. طبعا نحن مجال عملنا هو حوادث نقدر نعرفه بحوادث طرق أو حوادث منزلية وما يحصل في ساحات البيوت وفي المرافق العامة للأطفال. وهل هناك معطيات بهذا المجال، حوادث البيتية وأخرى؟ طبعا هنالك معطيات، وإحنا على صدد هذه المعطيات نطلع البرنامج، برامج العمل. يعني خلينا نبدأ المعطيات عالمية ووضح قديش المشكلة اللي بنحكي عنها، هي مشكلة سلامة الأطفال. يعني سلامة الأطفال هو وباء الألفية الثالثة، خلينا نحطها بشكل واضح صريح العبارة، إنه اليوم الأولاد بيموتوا بسبب أمراض، أغلبية الأولاد يموتون بسبب حوادث. والسؤال، هل بالإمكان نمنع الحوادث؟ هنقول 95% من الحوادث نقدر نمنعها. وإذا بنرجع كم سنة لورا، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية أشار تقريبا سنة 2008، أشار إنه بكل يوم يموت ما يقارب 2000 طفل فقط بسبب حوادث كان بالإمكان منعها. يعني لا يوجد هنالك أوبئة أخرى اللي بصددها بيموتوا 2000 طفل يوميا، والحوادث هي السبب الرئيسي. فبالتالي إذا تكلمنا عالميا 2000 طفل يموتوا يوميا في محليا بشكل عام، بشكل عام 144 طفل يموتون على مدار السنة. 50% من هؤلاء الأطفال هن أطفال عرب، بالرغم أنه مجمل عدد الأطفال العرب من مجمل عدد الأطفال في دولة إسرائيل بشكل 27%. فبالتالي الفارق جدا كبير ما بين وفيات الأطفال. نعم، بسام يعني تحدث عن معطيات مقلقة جدا. يعني رغم من 127 هناك أكثر من 50% أطفال عرب موجودين ضمن هاي الفئة اللي عمليين يموتون بشكل إصابات غير متعمدة سنويا. نعم سنويا. يعني إلى ماذا نعزو مثل هذه الظاهرة عمليا لما نحكي عن قرانا ومدن العربية، وأنت كعامل اجتماعي لابد تواجه بعض هذه الحالات في عملك أيضا؟ ممكن فهم الظاهرة في سياق معين. أولا، العائلات العربية عائلات كثيرة الأولاد مع دخل محدود، طبعا في علاقة طردية بين الدخل العائلي المادي وبين سلامة أطفالها. كل ما كان معدل الدخل منخفض، كل ما الأهل أعطوا أولويات، أقل أولويات لسلامة الطفل جسديا ونفسيا. على سبيل المثال، بسبب هذا الوضع أكثر الحوادث اللي بنواجهها مثلا هي سقوط من أماكن عالية. نعم. الأهل بيبدوا يعمروا البيت
والبيت بتعمر على مدار سنوات وبنترك مفتوح بلا أي حواجز حواجز أو حماية للأطفال، والأطفال عادةً بيطلعوا وبينزلوا على الدراج وبنطوا، فعدد كبير من 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 الإصابات بسبب وضع من هذا الشكل، إنه في عندك مباني متروكة مفتوحة للأولاد بيستعملوها كملعب، ناهيك عن مشكلة نقص الملاعب في الوسط العربي وأماكن الترفيه للأولاد. طبعا هذا الوضع النتيجة المؤكدة إنه عدد الإصابات بيرتفع. القضية الثانية هي قضية وعي، مدى وعي الأهل لهذا المجال بسبب ضغوطات اللي الأهل بيعيشوا فيها. وأنا ما بصدد اتهام الأهل، بس في إنه وضع قائم بسبب الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية اللي عم بتعيشها الناس والسياسية، جل أولويات الأهل بتروح لتوفير الاحتياجات المادية المباشرة لابنهم، وهي الشغلات بتيجي على حساب قضايا تانية اللي في المحصلة النهائية عمليا هو إهمال. الإهمال بيؤدي في النهاية لأنه عدم إعطاء الإرشاد الكافي للطفل لكيفية التصرف. أو نسيم، يعني أنا متحدث عن الإهمال وارتباط أيضا مستوى الدخل في كمان مدى الإهمال اللي ممكن أو مدى الاهتمام خلينا نسميه في أطفال العائلة. هل المعطيات اللي موجودة في بيتيرم أو اللي بيشتغلوا على أساسها يعني بتأكد اللي بيحكي بسام، ولا هناك ممكن معطيات أخرى أيضا اللي بتفرجي إنه الإهمال بالإضافة للي حكى بسام اللي بتفرجي إنه بيأثر على الإهمال وعلى الحوادث بالتالي؟ حقيقة لما تنتكر كلمة إهمال، أنا لا أعتقد إنه هي الكلمة المناسبة في الموضع اللي إحنا بنحكي فيه. يعني إحدى الأسباب هي قلة الوعي وقلة الاهتمام. يعني أنا لن أتهم الأهل إنهم هم مهملون في حق أطفالهم، لا يوجد أهل قد يحملون حق أطفالهم، ولكن قلة الوعي للآليات المتواجدة بين أيديهم لبناء عالم آمن لأطفالنا لعدة أسباب، وذكرت بعض الأسباب. يعني عدم المعرفة كمان. عدم المعرفة وقلة الوعي والوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع العربي، وأيضا هنالك سبب مباشر ومسؤولية مباشرة هي شح الميزانيات التي تصل للمجتمع العربي، فهذا واضح. يعني العنصرية واضحة في هذا المجال، حيث أن لا توجد ميزانيات كافية قد تصل إلى المجتمع العربي لبناء مرافق آمنة للأطفال وأيضا سلم الأولويات. حين نتكلم عن سلم الأولويات، نحن نرى أنه من خلال سلم الأولويات لدى أولياء الأمور ولدى صانعي القرار في المجتمع العربي لا يتواجد موضوع سلامة الأطفال. ونحن نقول إذا بنحط موضوع سلامة الأطفال على جند على سلم الأولويات على أول جندة. السؤال نسيم، إذا موضوع سلامة الأطفال وعدم وجوده على سلم أولويات أولياء الأمور والسلطات المحلية وغيرها، هل الأمر مرتبط بمدى الوعي أم بشح الميزانيات أكثر؟ الأمر مرتبط بعدة أسباب. أول شيء قلة الوعي لأهمية الموضوع، شح الميزانيات، هنالك مسؤولية تقع على من يعمل بهذا، من يبادر. يعني كمؤسسة بتيرم التي تبادر بمشاريع، على مؤسسة بتيرم أن تطالب الوزارة الحكومية ببناء خطط خاصة تتناسب مع متطلبات المجتمع العربي. هذا ما نعمل به على مدار سنوات، غير وهنالك أيضا برامج يومية وبرامج هادفة في المجتمع العربي، ولكن من زاوية أخرى نعمل لنطالب الحكومة برصد ميزانيات خاصة لموضوع سلامة الأطفال ووضع هذا الموضوع على سلم الأولويات. من هنا بيبدأ التغيير، يجب أن نتشابك مع بعض عشان نسوي. يعني أنا برأيي يعني قضية الإهمال هي النتيجة الحتمية لكل اللي ذكرها. يعني ممكن تأطرها أو تحطها تحت عنوان الإهمال. يعني إحنا عادة لما بنحكي على قضية الحاجات المادية أو ميزانيات وهذا الشكل، ننسى شغلة أنا برأيي قضية مركزية جدا، هي قضية الإهمال النفسي اللي ينتج عن بناء سلم أولويات عند الأهل. الأهل طبعا بهمه الأب اليوم يطعم أولاده، يعني هاي القضية الأساسية الأولية. قضية الفقر، قضية الدخل المحدود، قضية إمكانيات العمل أو فرص العمل المحدودة بتأدي في النهاية إنه جل اهتمام الأهل بروح القضايا المادية ويتناسوا. بس أنا بدي أعزل يتناسوا القضايا النفسية اللي هي برأيي في مرحلة الطفولة. يعني مرحلة الطفولة هي
هي المرحلة الأساسية في بناء شخصية الطفل المستقبل أو رجل المستقبل. ممتاز. ولكن اليوم في تربية أطفالنا تدخل عدة عوامل، يعني البيت هو أساسي، المدرسة بدرجة ثانية، المجتمع، الحارة، المحيط الأوسع، البلد كلها. يعني أنا بدي أسألك، عامل اجتماعي عمل ضمن إطار سلطة محلية، هل سلطاتنا المحلية بشكل عام هل تقوم، هل هذا الموضوع على أجندتها، على سلم أولوياتها؟ هل تخصص على الأقل في مجال التفكير بسلامة أطفالنا وإيجاد الأطر المناسبة ما يكفي على الأقل في إطار التفكير والتوجهات؟ يعني هو أنا ما بدي أظلم السلطات المحلية ورؤساء المجالس وأعضاء المجالس المحلية. طبعا يعني عشان أنت تبني شغلات مهم أنك تبدأ من الفكر. أنا عندي قناعة أن هناك مهنيين في الوسط العربي اللي بيقدروا يقوموا بهذا الدور. نعم. بس في قضية مركزية اللي هي قضية شح الميزانيات وتوجيه الميزانيات اللازم من الوزارات الخاصة أو الوزارات المهنية في هذا الأمر، زي وزارة المعارف. قديش وزارة المعارف اليوم تولي أهمية لقضية سلامة الطفل ضمن الإطار المدرسي. فأنا برأيي القضية مركبة، يعني القضية مركبة ومتشعبة والحل المفروض يكون مركب أكثر. يعني أنا بدي أنقل هنا نسيم، يعني حكينا أن القضية مركبة ومزبوط القضية مركبة، ولكن مؤسسة بترم عندما تأتي إلى سلطة محلية لعرض شراكة عليها بما يخص سلامة الأطفال والحوادث البيتية وغيرها، يعني قديش التجاوب موجود، وهل في تجاوب فعلي بسلطاتنا المحلية بالجمعيات المؤسسات المختلفة في هذا الموضوع؟ يعني إذا بدي أقارن الوضع اليوم على قبل كم سنة، اليوم الوضع بكتير أحسن، ولكن حتى مع تحسن الوضع إحنا بنشوف إنه موضوع سلامة الأطفال لا يتواجد على أجندة العمل. يعني مش بدي أظلم ولا بديش أظلم، بدي أقول الحقيقة على ما هي. أنا بقول رؤساء المجلس المحلي لديهم المسؤولية ببناء عالم آمن للأطفال، لا شك إنه في ذلك مسؤولية تقع بين أيديهم. سؤال كيف بيستغلوا هذه المسؤولية؟ هل هن فكريا بيفكروا في موضوع سلامة الأطفال؟ إذا فكرنا في موضوع سلامة الأطفال، هل يضعون خطط لهذا المشروع؟ هل هنالك أهداف عينية للرقي في موضوع سلامة الأطفال؟ ليس فقط من ناحية إصابات الأطفال غير المتعمدة، ولكن حتى من ناحية إهمال الأطفال، لهذا مش توجهنا يعني. ولكن أنا بقول موضوع سلامة الأطفال بالرغم أن هنالك وثيقة لحقوق الطفل ودولة إسرائيل تعهدت لهذه الوثيقة، هذا الموضوع حتى الآن لا يتواجد على أجندة العمل بالسلطات المحلية وأيضا الوزارات الحكومية. عمليا رسالة المجلس المحلي أو رئيس المجلس المحلي هو مسؤوليته عن جودة حياة سكان البلد اللي هو مسؤول عنه. يعني فالأمان مفروض يكون ضمن هذا الإطار. يعني إحنا جودة حياة أو جودة بيئة، الأمان وتجهيز البلد أن تكون بلد آمنة لأهلها لأولادها، هاي قضية مركزية. وللأسف أنا موافق مع زميلي إنه ما في يعني مشكلة، إنه ما في تفكير مش موجود على الأجندة. طيب احنا يعني نكثر بجلد الذات وهذا مش غلط، خصوصا انه احنا بدنا ناخذ مجتمعنا لمحلات افضل، طبعا بكل واحد في اطار عمله في اطار توجهاته. يعني بالفتره الاخيره شفنا مقتل الطفلتين في النقب، غرق طفل في قلنسوي عمليا داخل البيت، كثير من الحوادث. ونتحدث عن السلطات المحليه ونتحدث عن مدى المسؤوليه الموجوده، وهناك فعاليات مختلفه اللي يتم التجاوب أو عدم التجاوب معها، ولكن دعونا، هناك أطر تعليمية، هناك أطر الروضات اللي عمليا هي بمسؤولية السلطات المحلية. هل هناك مراقبة حسب معرفتكم، مراقبة حسب المعايير الأولية للأمان في مثل هاي المحلات التعليمية التربوية في مجتمعنا في الداخل؟ يعني هنالك نقص من ناحيه اماكن امنه للاطفال. يعني حتى اذا نظرنا الى مدارسنا، على مدارسنا ان تكون مدارسنا والروضات ان تكون امنه بشكل، وعلى وزاره المعارف ان تراقب هذه الشغلات. ولكن قد هنالك مشكله انه في بعض الاحيان وزاره المعارف لا يعني ليس لديها الطاقات المناسبه او الطاقات المهنيه المناسبه لان ترافق هذه المرافق اللي اولادنا متواجد فيها تقريبا نص يوم. فبالتالي هنالك ايضا اصابات قد تحصل في داخل هذه المؤسسه. ولكن عشان نقدر نحط الاصبع على الجرح،
كيف بقولوا. نعم. فبالتالي يعني أغلبية الإصابات تحصل في داخل البيت وفي محيط البيت. وهنا قد تقع المسؤولية أيضا على أولياء الأمور. ولكن أنا مش باتهام للأهل، أنا بآخر المطاف قد أتهم الأهل، ولكن أنا بقول إحنا مش كمهنيين الذين نعنى بهذا المجال، كمعاملين اجتماعيين، كمؤسسة بيتيرن، كممرضات، لازم نتسأل هل إحنا موضوع سلامة الأطفال من وسطه بما فيه الكفاية لأولياء الأمور، عشان أولياء الأمور يقدر غير سلم الأولويات، وإلا لازم نعطيش الحلول المناسبة. فأولياء الأمور كثير من الرسائل قد تصل لأولياء الأمور، وأولياء الأمور بتخربط سلم الأولويات. يعني في قضية واحدة مهمة، أنا برأيي الخطوة الأولية داخل البيت. أوكي. يعني إذا البيت صحي فمن المفروض أنه على الأقل يكون في إرشاد أسري. ماشي، بس سام يعني أفوت عن النقطة، بس أنت حكيت به وحكيته في حكيكو، أكثر حوالي 50% من العائلات العربية تحت خط الفقر، 65% من الأطفال العرب تحت خط الفقر. يعني وأنت ربطت بشكل واضح بين الوعي وبين عمليا سلامة الأطفال، بين قضية الوعي ومدى الوعي وسلامة الأطفال. فيعني بالتالي في عوامل أخرى خارجية اللي بتؤدي لفقر مجتمعنا أو مجموعات كبيرة في مجتمعنا، اللي بالتالي بتسبب كمان. إحنا المفروض فينا نطلع عليها بحلقات. الحلقة الأولى الرئيسية هي الحلقة الأسرية اللي متأثرة بشكل أو بآخر من الحلقات الأخرى. يعني لما الأب مصدر الدخل تبعه محدود أو لا يعمل، هذا متأثر من إمكانيات فرص العمل، فهذا يؤثر داخليا حتمياً يؤثر في داخل البيت. فالضغط الموجود فيه الأهل يعني بيؤدي لوضع اللي فيه انعدام للرقابة الأسرية. انعدام الرقابة الأسرية يدفع الولد لثقافة الشارع، ثقافة الشارع هي ثقافة الانحراف، التصرف العدواني، حتى يصل إلى قضية المخدرات في النهاية، زي تدخين، سرقات مخدرات. فمخجل اليوم انه العالم يتقدم ويملك كل التقنيات ومش قادر يعطي أجوبة أولية من أجل حماية أطفال في هذا الجيل. السؤال إذا إحنا عم نقدر بموضوع إعطاء الأجوبة، سؤال إذا حكينا عن مؤسسات والسلطات المحلية وفي هناك مؤسسات المجتمع الأهلي وفي عدة مؤسسات، هل المجتمعات الموجودة اليوم، مؤسسات المجتمع الأهلي، المؤسسات الرسمية عم تقدر تعطي الأجوبة؟ يعني بس أنا بقول إنه لا، يعني مش عم تقدر تعطي الأجوبة، سأبدأ أرجع له لأقسام الرفاه في السلطات المحلية، بس هل عم نقدر نعطي الأجوبة على الاحتياج الموجود؟ الأجوبة يعني الأجوبة متواجدة، ولكن السؤال هل هنالك الآليات كافية عشان نوصل؟ وأنا بقول الآليات متواجدة، ولكن حتى الآليات يعني مثل المهنيين الذين متواجدون في المؤسسات المجتمعة في المجتمع العربي لا يرون بموضوع سلامة الأطفال كموضوع مهم. يعني هنا أنا بقول إنه فيش يعني إذا منحط كل المواضيع، لا شك موضوع إصابة الأطفال هو واحد من أهم المواضيع الذي يجب أن نعمل من أجله. لا يعقل أن يموت في مجتمع بعرى 70 طفل عربي سنويا بسبب حوادث كان بالإمكان منعها. أنا بأكد لك 100% المظن إن نمنعها 95%. يعني كل يومين ثلاثة يموت طفل. السؤال هل إحنا كمهنيين اللي منشوف هذا الواقع، هل إحنا منتدخل بما فيه الكفاية؟ ليش لا يبدأ وينتهي مؤسسة بيتيرن؟ مؤسسة بيتيرن قائم اليوم، ولكن لا يمكن أن نعمل لوحدنا. لا يمكن أن نعمل، في بعض الأحيان قد تختفي مؤسسة بيتيرن في بعض الأحيان. سؤال هل إحنا كمهنيين نضع هذا الموضوع على أجندة العمل، ولا هنالك مواضيع أخرى نضعها؟ هذا السؤال يجب أن نتساءل به. يعني بنفس الوقت بس أنا برأيي إنه جمهور الهدف الرئيسي هون هو الأهل. أوكي. يجب بناء برنامج متكامل من أجل دمج الأهل في برامج تثقيفية في هذا الموضوع ورفع نسبة الوعي لديهم لما يتعلق بأطفالهم. طيب بس أنا بدي أجي لأقسام الرفاه الاجتماعي، وأنا باجي بقول حكينا أنه 50% من العائلات العربية تقريبا تحت خط الفقر. طب غالبية هاي العائلات يمكن معالجة من قبل أقسام الرفاه. لما بنحكي عائلات تحت خط الفقر في كثير منها، السؤال بالإمكانيات والملكات الموجودة في السلطات المحلية اليوم بأقسام الرفاه هل تكفي؟ يعني بنعرف أنه كل عامل اجتماعي يعالج 300 عائلة تقريبا أو أكثر. شو الوضع الموجود اليوم؟ للأسف العمال الاجتماعيين بيرافقوا الطفل من يوم الولادة. يعني كل ترتيب الحضانات من جيل 0 ل 3
كل السنوات. فإحنا بنرافق الطفل من يوم ولادته. بس للأسف عم نشتغل في تطفاية حرائق. ما في حلول جذرية لأنه كامر نظام. يعني إذا إحنا اتفقنا إن المشكلة هي مشكلة عامة ومشكلة وسيعة، فلا بد إيجاد حلول، لابد إيجاد الشراكة من أجل إيجاد الحلول. يعني قصة أقسام الخدمات الاجتماعية لوحدها ما بتقدر تعطي سؤال. هل أجوبة ماذا يمنع إقامة الشراكات؟ قسم أقسام الرفاه الاجتماعي مع التعليم، قسم التعليم أو ما يسمى في المجال السلطات المحلية، الشباب، الجمعيات، المراكز الجماهيرية. هذا اليوم هدف رئيسي اليوم في العمل من أجل بناء شراكات في داخل كل بلد وبلد من أجل تطوير خدمات من أجل الأطفال في البلد. بس أقسام الخدمات الاجتماعية اليوم عم تشتغل في ضغط مخيف، فإحنا بنشتغل بتطفاية حرائق. واللي عم بيصير إحنا بدأنا نعلم إن يصيدوا السمكة عم نطعميه السمكة، وطعم السمكة ما بتحل إشكال. أنت عملية ما علمت لا الأهل ولا الولد آليات جديدة من أجل إنه يغير وضعه. يعني لابد كمان بيصل عندكم شكاوى. يعني إحنا عملية نتدخل مثلاً في قضايا الشكاوى. بالضبط. منفوت لما صار الحادث، وقع الحادث. كنت بفضل إيش اللي يمنع الحادث؟ كنت بفضل أنا أمنع الحادث. بس نفذ السهم لما وقع الحادث، لما تم اعتداء جنسي على الولد أو اعتداء جسدي أو ضرب، مجبور تفوت. طيب أنا إسا بدي أحاول، إحنا تقريبا يعني بدنا بنهاية البرنامج بعد لنا شوية وقت، بدنا نحاول نركز حديثنا. إحنا جينا على فرصة الصيف. فرصة الصيف طبعا عشرات ومئات ألاف الأطفال العرب يخرجون إلى العطلة الصيفية فترة شهرين، الاهتمام الأهل، درجة الحرارة، الطبيعة، كل الأمور. يعني خلينا بدي نحاول هاتا نجرب نعطي قديش أكثر توجيهات إمكانية حتى يخلص هالصيف من دون مع أقل الحوادث. يعني بسام، شو أنتوا كقسم رفاه ممكن تشتغلوا في هاي المرحلة أو كسلطة محلية حتى نصل لمحل أفضل بعد بنهاية فرصة الصيف؟ إحنا كعمليا كقسم خدمات اجتماعية، يعني المجال هذا هو مش من ضمن اختصاصنا. هذا مجال عمليا هو ضمن اختصاص السلطة المحلية بشكل عام، المراكز الجماهيرية وقسم المعارف. وأنا بتصوري إنه أكثر المجالس المحلية اليوم في صدد تحضير لمخيمات صيفية من أجل التخفيف على الأهل ومن أجل إعطاء إطار تربوي معين للولد اللي في أقل ما فيها جمعتين ثلاثة يكون في عنده إطار ليلتهي فيه. إحنا كقسم خدمات اجتماعية ما بنشتغلش في المجال هذا، يعني أكثر مجالنا علاجي من إنه بناء برامج ترفيهية من أجل الأمان أو الحفاظ على أمان الطلاب. بس أكيد على الأقل المحل اللي بشتغل فيه أنا بعرف إنه في تحضيرات لمخيمات صيفية، إن كان من الجمعيات، إن كان من المجلس المحلي، إن كان من المراكز الجماهيرية اللي عم بحضروا. والسؤال إذا كقسم رفاه عم تتابعه، وبشكل عام يعني أقسام الرفاه تتابع التحضيرات، مش شرط تكون جزء منها. إحنا نتابع التحضيرات وإحنا جزء من التفكير وجزء من بنائها طبعاً. أنا حقيقة بالنسبة لهذا الموضوع، أنا خلينا نوضح الصورة. أول شيء بفترة الصيف ترتفع نسبة الحوادث مقارنة مع فصول أخرى على مدار السنة. نوعيات الحوادث يعني وقوع من أماكن مرتفعة، لأنه كثير من أوقات الفراغ بنقضيها هنا على الشرفات وعلى السطوح، لا توجد حواجز، فكثير من الأطفال يقعون من أماكن مرتفعة. أولادنا تتواجد في ساحات البيوت، قد يحصل دهس للأطفال في ساحات البيوت. حوادث أخرى هي حوادث الغرق التي سمعنا عنها قبل أسبوع، وحوادث التسمم في داخل البيوت، لأنه كثير من أطفالنا متواجدين في داخل البيوت، وحتى حوادث أيضا في المخيمات. يعني وأنا هون أختلف مع بسام حقيقة. يعني لما أقول إن الموضوع مش متواجد على أجندة العمل، أنا أعتقد إن الموضوع يجب أن يتواجد على أجندة العمل حتى لدى العاملين الاجتماعيين. يعني هن مش لازم يبنوا المخيم، ولكن عامل اجتماعي قد يعطي النصيحة للأهل حول كيفية انتقاء المخيم الآمن. اليوم للأسف الشديد أغلبية المخيمات هي مخيمات مش آمنة. يعني إحنا بنحط طفلنا على المخيم عشان هنالك علاقة عائلية أو حزبية أو فلا نلتقي. مش بس حزبي، عادة المخيم المجلس المحلي هو مخيم رخيص، 250 شيكل لأسبوعين أو لثلاثة لعائلة كثيرة الأولاد. لما عنده ثلاث أربع أولاد بدي فوتن على مخيم فعمله ودخله محدود، فطبيعي جدا انه يختار مخيم القريب عليه جغرافيا هذا يعني ضمن امكانياته. هذا لا يحكي عن امر اخر ايضا، يعني اكيد انا متاكد انه في جمعيات اللي بتعمل مخيمات
بنوعيه وبجوده عاليه وبجوده اعلى وبتكاليف اعلى. اللي اليوم رب العائله اللي عنده اربع اولاد ما بيقدر يبعت ابنه يدفع 700 شيكل او 800 شيكل عن الولد لما السنه الدراسيه عم بدق على الابواب بده يحضر السنه الدراسيه ويشتري كتب ويحضر اولاده للمدرسه. يعني هل طبعا مشكله نواجهها في المجتمع العربي مشكله، لكن لن اخوض، انا بقول انه حتى في يعني المخيم مش مفروض يكون غالي عشان يكون امن. واضح. بالامكان نفكر في مخيم امن عشان نقدر نمنع واعطاء الرسائل، يعني اعطاء التوصيات لاولياء الامور. نعم. ايصال التوصيات لاولياء الامور حول كيفيه انتقاء المخيم الآمن ومطالبة أصحاب المخيم بأن يكون مخيم آمن، وهي نصائح موجودة في كل موقع، موقع وزارة المعارف، في موقع بتيرن، في كتير. فبالتالي أنا أعتقد أنه حتى المهني اللي بتواصل مع أولياء الأمور في هاي الفترة يجب أن ينوه أولياء الأمور أنه إذا حطينا طفلنا في أي مخيم كان يجب أن نطالب أن يكون مخيم آمن. يجب أن نطالب يعني على 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 15 طفل يجب أن يكون هنالك مرشد، وهي كولي أمر بيقدر يطالب بهاي الأمور. إحنا للأسفنا الشديد عشان عندنا قلة معرفة في هاي الأمور كولي أولياء أمور، فبالتالي منحط أطفالنا في مخيمات ونعتقد إن مخيمات آمنة وقد تحصل مصيبة في داخل المخيم. بس إحنا بنهاية البرنامج بس جملة من تجربة سنين في الشغل مع الأهالي. نعم. للأسف إحنا نصل لمرحلة أنا بسميها ظاهرة الحاضر غايب. للأسف نشري. أو الأهل موجود جسمانيا في داخل البيت غائب عن عالم ابنه. وشو بصير معه وشو بصير معه بريت البيت، شو بصير معه داخل البيت، شو بشعر، شو بحس. فقضية الحاضر غايب، احنا حاضرين جسمانيا غايبين حسيا وشعوريا من حياة أولادنا. ماشي بسام، احنا ونسيم يعني بنهاية البرنامج، هل هناك نصيحة أو توجيه لأي جهة كانت بتفكر إنه إذا بتوجهها ممكن إحنا بنهاية على الأقل الفترة الجاية علينا يكون عندنا أقل حوادث بيتية أو أقل حوادث طرق أو أقل، نصيحة أو توجه للجمهور اللي والمشاهدين عملاً؟ أنا بتصور إنه أحسن نصيحة اليوم كنا ندليها هي الاستثمار في الأطفال وشراء خدمات بتيرم. لا مش لو بتيرم، لا مش شراكة بمالا، إنما شراكة بناء شراكة مع بتيرم في المخيمات، لأنه بتيرم أكيد عندي تجربة وعندي ما يقال في الموضوع هذا. يعني لو كل مخيم بأخذ استشارة من جمعية أو زي بتيرم ممكن توعي وترفع درجة الأمان في المخيم، بتصور أنا الكل بربح منها. يعني التسويق مش تسويق لبتيرم حقيقة. لا مش تسويق، مش خاصة تسويق. أنا بدي أطلع من كلمة أخيرة. أنا بقول إن المسؤولية تقع المسؤولية على الجميع، ليس فقط على بتيرم، ليس فقط على أولياء الأمور، ليس فقط على المهنيين، وليس فقط على رؤساء المجالس المحلية، إنما المسؤولية هي مسؤولية جماعية. أطفالنا هي بؤبؤ العين تبعنا، يجب الحفاظ عليها وبالإمكان الحفاظ عليها وتقليل نسبة إصابة الأطفال في 95% حسب الدراسات، ولكن يجب البحث على شراكات استراتيجية بعيدة المدى ووضع هذا الموضوع على أجندة العمل لدى أولياء الأمور ولدى المهنيين ولدى صناع القرار وصانعي القرار في المجتمع العربي، والاهتمام في هذا الموضوع والتكلم عن هذا الموضوع. في بعض الأحيان نحن نتكلم، لن نتطرق على موضوع قضاء القدر عشان هنالك يعني هنالك الكثير من الأسباب الشائكة، موضوع جدا شائك، ولكن بالرغم أنه هو موضوع جدا شائك نقدر نلاقي الحلول، والحلول هي الشراكة ووضع سلامة الأطفال على سلم الأولوية. نعم، ومع هذه الكلمات عمليا سيداتي سادتي المشاهدين والمشاهدات ننهي برنامجنا. استضفنا فيه السيد بسام حمدان محامي وعامل اجتماعي والسيد نسيم عاصم من مؤسسة بتيرم. شكرا على لمتابعتكم وشكرا لحضوركم.